أرسنال أولمبيكياكوس الدور أوروبا ليغ الجولة الثانية الجولة 16 وشاهدنا كيفاش كانت المباراة. مباراة اللي نقولوا بلي شاهدنا الهدف الشوط الأول اللي انتهى 0-0، يعني شاهدنا الشوط الأول 0-0. الشوط الثاني يوسف العربي الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 51، يعني وشاهدنا كيفاش أرتيتا اللي دخل بخطة، يعني نقولوا باللي الخطة 4-3-3. شاهدنا كيفاش أولمبيكياكوس اللي دخل النادي اليوناني اللي دخل بخطة يعني 4-4-2، يعني وشاهدنا كيفاش كانت برناردو ليون في الحارس تاع أرسنال، شنا هيكتور، شنا دافيد لويس، شنا غابرييل كيران، شنا داني محمد النيني، شنا كيفاش تشاك، شنا إيميل سميث، شنا نيكولاس أوبانيونغ. يعني وين نقولوا بلي كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة، مباراة اللي شنا فيها رغم أن الشوط الثاني نقولوا بلي أرسنال وين لعب رمى بكل ثقله من أجل العودة، يعني من أجل خاصة فوق أرضية ميدانه، يعني شنا كيفاش خصيصا الأولمبيك الحارس تاع أولمبيك أولمبي ياكوس، شنا كيفاش جوزيف، شنا كيفاش يعني يان، شنا ماضي كامارا، شنا يعني جورجيف، شنا يوسف العربي. يعني كانت المباراة مباراة اللي نقولوا بلي حتى المدرب تاع أولمبيك ياكوس اللي دخل بخطة، يعني دخل من أجل غلق اللعب، شنا كيفاش لعب خطة 4-4-2، يعني وهي منهج وهي كل يدافع وكل يهاجم، يعني المنهج تاعها 4-4-2، يعني من أجل الدفاع والهجوم. يعني وشاهدنا كيفاش أرسنال وين نقولوا بلي أولمبيكياكوس في الشوط الثاني بعد تسجيله الهدف، يعني وين الرجوع الوراء نوعا ما، يعني وترك المجال أرسنال، يعني من أجل يعني الحفاظ على النتيجة، المكسب واللعب على الكرات المرتدة لمخادعة أرسنال. يعني شاهدنا كيفاش شاهدنا هذا الدور 16 مباراة كيف انتهت أرسنال يعني مع أولمبيكياكوس، وشاهدنا كيفاش